السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سوف ننجز التمرين في درس المتتاليات العددية. إذا التمرين يقول نعتبر المتتاليات UN المعرفة كما يلي: U0 تساوي 0 و UN زائد 1 تساوي UN ناقص 1 على UN زائد 3. إذا أول سؤال، أحسب U1 و U2 و U3 يعني الحدود الثلاثة الأولى للمتتالية. إذا حساب U1، إذا نعوض، لدينا UN زائد 1، إذا باش نلقاو U1 خصنا نعوض N بالصفر، إذا U0 زائد 1 اللي هي 1 تساوي إذا U0، عوضنا N بالصفر على U0 زائد 3، U0 تساوي 0، إذا نعوض 0 ناقص 1 على 0 زائد 3، إذا ناقص 1 على 3. U2، إذا باش نلقاو U2 خصنا نعوض N بواحد، يعني يكون عندنا U1 زائد 1 تساوي إذا هي U1 ناقص 1 على U1 زائد 3. U1 زائد 1 هي U2. إذا U1 لقيناها في الجزء الأول، إذا غادي نعوضها بالقيمة ديالها، ناقص 1 على 3 ناقص 1 ناقص 1 على 3 زائد 3 ناقص 1 على 3. نوحد المقامات، إذا ناقص 3 على 3 على ناقص 1 على 3 زائد إذا 9 على 3. إذا ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4 على 3، ناقص 1 زائد 9 إذا هي 8 على 3. إذا نبسطو الكتابة، ناقص 3 على 4 غادي نضربو في المقلوب ديال المقام اللي هو 3 على 8. إذا كنختزلو العدد 3، ناقص 4 على 8 هي كيبقى لي ناقص 1 على 2 بعد الاختصار. إذا U2 تساوي ناقص 1 على 2. الآن دابا غادي نحسبو U3. إذا بنفس الطريقة فنعوض N بجوج، إذا غيجينا 2 زائد 1 3، إذا هي U2 ناقص 1 على U2 زائد 3. U2 هي ناقص 1 على 2 ناقص 1، كذلك ناقص 1 على 2 ناقص 1 أو زائد 3. إذا ناقص 1 على 2 ناقص توحيد المقامات، إذا هي 2 على 2 ناقص 1 على 2 بعد توحيد المقامات، إذا نضربو في 2 إذا هي 6 على 2. إذا ناقص 1 ناقص 2 هي ناقص 3 على 2، ناقص 1 زائد 6 هي 5 على 2. إذا عند التبسيط غادي نديرو ناقص 3 على 2 ونضربها في المقلوب ديال المقام اللي هو 2 على 5. إذا نختزلو بجوج كيبقى ناقص 3 على 5، إذا U3 تساوي ناقص 3 على 5. السؤال الموالي، السؤال إذا فان لدينا المتتالية فان تساوي 1 على UN زائد 1. السؤال بين أن فان متتالية حسابية، إذا متتالية حسابية خصني نحسب الفرق ديال فان ناقص فان ولقاه كيساوي لنا عدد ثابت. إذا نحسبوا الفرق، فان زائد 1 ناقص فان، فان زائد 1، إذا غنعوض ان بان زائد 1، إذا هي 1 على UN زائد 1 زائد UN ناقص VN، إذا هي 1 على UN زائد 1. إذا دابا غادي نعوضو UN زائد 1 بالقيمة ديالها، هي 1 على UN ناقص 1 UN
زائد 3 زائد 1 ناقص 1 على UN زائد 1. إذا نبسطو هاد الكتابة، إذا 1 على UN ناقص 1 على UN زائد 3 زائد نوحدو المقامات، إذا UN زائد 3 على UN زائد 3 ناقص 1 على UN زائد 1. إذا 1 عندنا UN ناقص 1 زائد UN زائد 3، إذا UN زائد UN هي 2 UN، ناقص 1 زائد 3 هي 2 على UN زائد 3 ناقص 1 على UN زائد 1. إذا هذه الكتابة هذه يمكن لي نبسطها، يعني غادي نضرب في المقلوب، إذا غتولي UN زائد 3 على 2 UN زائد 2. هاد 2 UN زائد 2 يمكن لي نعمل بجوج وترجع 2 عامل UN زائد 1. إذا دابا غنوحد المقامات، إذا غنضرب في 2 في البسط وفي المقام، إذا المقام واحد هو 2 عامل UN زائد 1، إذا UN زائد 3 ناقص 2، إذا هي UN 3 ناقص 2 هي 1، إذا غنختزلو بـ UN زائد 1 غادي يبقى لي 1 على 2، إذا VN زائد 1 ناقص VN تساوي 1 على 2، وبالتالي VN متتالية. إذا هاد الواحد على 2 هو عدد ثابت غير مرتبط بأن ينتمي لR، إذا VN متتالية حسابية أساسها نسمي هاد أساس R كيساوي لنا 1 على 2. بطبيعة الحال حدها الأول هو، إذا وحدها الأول، إذا بما أن ان كتنتمي الآن فالحد الأول هو في زيرو، يعني القيم ديال ان كتبدأ من زيرو، إذا في زيرو كتساوي لنا 1، إذا في زيرو هي 1 على يو زيرو زائد 1، يو زيرو زائد 1، يو زيرو كتساوي لنا 0، إذا هي 1 على 1 هي 1. الآن السؤال 3، أحسب VN بدلالة N. دائما ملي كنكون كنعرف الطبيعة المتتالية لحساب VN بدلالة N نستعمل الحد العام. صيغة الحد العام تكتب على هذا الشكل، VN VP هو الحد الأول زائد N ناقص P مضروبة في الأساس اللي هو R. إذا الحد الأول في الحالة ديالنا عندنا هو في زيرو، إذا ان ناقص زيرو هي ان مضروبة في الأساس، نديرو التعويض، إذا في ان في زيرو كتساوي 1 و ار كتساوي 1 على 2، إذا هي ان في 1 على 2 هي ان على 2. يمكن لي نوحد المقامات وندير 2 على 2 زائد ان على 2 أي ان زائد 2 على 2. إذن راح نحسبنا VN بدلالة N. السؤال الموالي، أحسب UN بدلالة N. إذن UN ما كنعرفش الطبيعة ديالها، يعني ما كنعرفش واش متتالية حسابية ولا هندسية، وبالتالي هنا ما يمكنليش ندير الصيغة ديال الحد العام. إذن هنا غنستغل العلاقة ما بين UN و VN. إذن لدينا VN تساوي 1 على UN زائد 1 حسب المعطيات، أي إذا هنا كنضرب جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، أي أن VN مضروب في UN زائد 1 تساوي ماذا؟ 1 في 1. إذن UN زائد 1 تساوي هاد VN كنديها الطرف الثاني، إذا كنقسم عليها، إذا كذلك واحد كنديه للطرف الثاني كيولي 1 على VN ناقص 1،
إذا حسبنا يو ان بدلالة في ان، ولدينا حسبنا ديجا في ان كتساوي لنا ان زائد جوج على ان حسب السؤال السابق او على جوج. اذا غادي نعوضو في ان بالقيمه ديالها، اذا يو ان كتساوي لنا واحد على في ان، اي واحد على ان زائد جوج على جوج ناقص واحد. اذا واحد على ان زائد جوج على جوج، اذا كنضربو في المقابل، يعني هي واحد في جوج على ان زائد جوج ناقص واحد. ناقص واحد غنوحد المقامات، يعني هي ان زائد جوج على ان زائد جوج. اذا عندنا جوج ناقص، انتبهوا للاشاره، ناقص ان، هذه الاشاره كتدخل على التعبير هذا كامل. اذا غتولي ناقص ان ناقص جوج على ان زائد جوج، اذا ناقص جوج على ان زائد العدد اثنان. السؤال الموالي، احسب اس ان بدلالة ان. اذا مجموع حدود متساوية حسابية، اذا عندنا اس ان كيساوي لنا في واحد حتى في ان، مجموع حدود متساوية حسابية. اذا القاعدة تقول بان هذا المجموع يساوي ماذا؟ يساوي عدد الحدود. عدد الحدود كيفاش كندير نعرف عدد الحدود؟ كندير ان ناقص، يعني لانديس الحد الاخير ناقص لانديس الحد الاول، ونضيف واحد ونضربها فاش في الحد الاول زائد الحد الاخير على اثنان. اذا هذه القاعده، اذا ان زائد واحد، الحد الاول في زيرو سبق لنا باش لقيناه، اذا هو واحد، زائد في ان كذلك حاسبين بدلالة ان، اذا هو ان زائد جوج على جوج على اثنان. اذا نوحدو دابا، نبسطو شي شويه الكتابه. اذا عندنا ان زائد جوج، وحدو المقامات، المقام واحد هو جوج، اذا هي جوج على جوج زائد ان زائد جوج على جوج، شي كامل على جوج. اذا ان زائد جوج، اذا جوج زائد ان زائد جوج، اذا هي ان زائد ربعه على، اذا ان زائد ربعه على جوج على جوج. اذا نضربو في المقلوب ديال المقام اللي هو جوج، اذا هي تضرب في واحد على جوج، اذا ان زائد جوج ان زائد ربعه مضروبة في واحد على جوج، إذن هي على جوج في واحد على جوج. إذن شنو غتعطينا؟ جوج في جوج هي ربعة، إذن هي أن زائد أن زائد واحد، أن زائد واحد، إذن هي أن زائد واحد في أن زائد ربعة على العدد أربعة.